حزن وغضب على كل الجمهور المصري بعد انتهاء مباراة مصر وقطر في يعني مباراة المركز الثالث والرابع واللي فازت بها قطر في ضربات الجزاء. لكن خلينا اكلمكم يعني على الاجواء بتاع المباراة النهارده اللي كان حريص اللي يكون متواجد فيها عدد كبير جدا من الاسر المصرية، امهات جاية وجايبة معاها اطفالها الصغيرين كده، كل الاسر جاية وحريصة اللي هي تكون متواجدة من البداية او من اللحظات الاولى كده عشان تأزر المنتخب الوطني النهارده اكتر من حد طبعا من الجمهور القطري النهارده حريص ان هم يعملوا زي حالة برافان كده او استعراض قبل بداية المباراة بسبب النهاردة طبعا العيد الوطني لقطر، وبدأ الكل يكون سعيد أثناء دخولهم للمدرجات. لو كلمتكم الأجواء جوه المدرجات كانت أكتر من روعة، كل الجمهور المصري حريص اللي هو يوجه النهاردة رسالة كده للاعيبة المنتخب الوطني من قبل بداية المباراة، سقفوا لهم وحييهم بشكل كبير جدا. المنتخب القطري برضو سقف وحيى كل لاعيبته بشكل كبير جدا، هتافات للجمهورين واستقبال قوي جدا ودعم قوي جدا من الجمهورين لمنتخباتهم. لكن خليني أقول لكم اللي في لقطة كانت ظريفة جدا النهارده، في اكتر من حد من الجمهور المتواجد بيكون حريص اللي هو يعني يتابع المباراه كده من الغرف الفندقيه اللي موجوده في استاد 974 واللي موجوده في داخل الاستاد كده. الاستاد دوت طبعا كلنا عارفين اللي هو خلاص هيتم تفكيكه بعد كاس العالم. لكن خليني اقول لكم ان الوضع طبعا النهارده كان الجمهور داعم بشكل مستمر لكل الفرقه من اللحظات الاولى، هتاف قوي جدا لكل اللعيبه، هتفوا من السلاية بشكل كبير جدا وبداوا يدعموه وبداوا يحيوكوا من اول اللحظات، وبدا برده كل الجمهور القطري النهارده يهتف لكل لاعبته. الجمهور المصري ما بطلش هتافات النهارده، دعم وهتاف مستمر ويعني مطالبه مستمره كده لكل اللعيبه بالتركيز والضغط المستمر عشان يقدروا نطلع بنتيجه النهارده ايجابيه. لكن يعني اول لما انتهى الشوط الاول كان في احد لاعيبه قطر كده حريصين اللي هو يروحوا ويطلبوا من عمرو السوليه التيشيرت، بدا على طول يديله التيشيرت. الشوط الثاني كان شوط بقى التفاعلات القويه جدا سواء من الجمهور او من دكه المنتخب. الجمهور اعترض كتير النهارده على الحكم وبدا يعني يظهر عليه الغضب الكتير من اكتر من قرار من قرارات الحكم. كان في تفاعلات قويه جدا النهارده من الجمهور المصري اللي كان بيامل ان المنتخب يقدر يعني يخطف هدف كده امام قطر ويقدر يخلص المباراه بدري. لكن دكت برضو المنتخب الى حد ما كانت بتعترض، وبوصل بقى او يعني ظهر الاعتراض دوت اللي بدا لما كابتن على طول محمد شوقي وكابتن وائل جمعه يتكلموا مع مراقب المباراه ويقولوا له يعني ويشتكوا له من حكم اللقاء كده، وكانوا شايفين اللي كان في اكتر من قرار تحكيمي كان لازم يكون شويه عادل. الجمهور النهارده ما بطلش هتاف، دعمه مستمر وهتاف مستمر من الجمهور المصري، وده برضو اللي بيعمله الجمهور القطري اللي على طول واقف وعلى طول بيهتف لكل لعيبته. لكن خليني اقول لكم بقى اول لما احتكم النهارده لضربات الجزاء الكل واقف على رجله كده والكل قلقان، هتافات مستمره، كان في سعاده قويه جدا اول لما اهدرت ركله الجزاء الاولى لمنتخب قطر، وفرحه قويه جدا عند كل الجمهور المصري. لكن خليني اقول لكم ان الوضع ده بقى كله يعني اتغير. لكن قبل ما اكلمكم على ضربات الجزاء النهارده، كابتن عصام الحضري كان حريص اللي هو يكون في توجيهات خاصه منه بقى لمحمد الشناوي، وبدا على طول يسجل له الاماكن اللي بيشوط فيها اللعيبه بتاع قطر اللي هتدخل تسدد التسديدات عليه بارقامهم كده على ازازه ميه، وبدا على طول يديها للشناوي اللي بدا الشناوي يقف ويبص عليها. لكن يعني احنا لاحظنا للشناوي نط اكتر من كوره على الاتجاه يعني الصحيح، ليه ما فيش الا كوره اللي نط في اتجاه غلط، لكن ما كانش لحد ما في توفيق كتير. لكن خليني اقول لكم لحد ما بقى الوضع اتغير خالص في الملعب اول لما قدرت اللي هي قطر تجيب الركله الاخيره، واحنا حضرنا الركله الاخيره كده بقدم محمد شريف، بدا الحزن القوي جدا يظهر على كل الجماهير المصريه المتواجده في المدرجات اللي بدات يظهر عليها الصدمه القويه، وسعاده بقى هستيريه عند كل جمهور قطر اللي احتفل بشكل كبير جدا وبداوا يسقفوا لعيبتهم. كان في بقى حاله من الروح والحاله يعني من الروح الرياضيه القويه ما بين اللعيبه بعد نهايه المباراه، على طول الكل بدا يروح ويسلم على بعض سواء لعيبه مصر او لعيبه قطر، بداوا يهنوا بعض ويسلموا على بعض في صوره من الروح الرياضيه الكبيره. لكن خليني اقول لكم بقى اللي بدا على طول حارس قطر يدخل في نوبه بكاء كده بعد نهايه المباراه وبعد تصدي لكره محمد شريف، وبدا اكتر من حد من لعيبه المنتخب القطري يروحوا له ويحيوه. لكن بدا على طول بقى مستر كروش ومحمد الشناوي يتوجهوا لحكم اللقاء ويعترضوا عليه، وبداوا يقولوا له يعني ان احنا كان في كوره المفروض تتعاد لمصر زي ما عدت كوره لقطر كده، يعني الجون اتقدم. وبدا على طول مستر كروش يظهر اللي هو متضايق جدا من قراراته التحكيميه، وبدا يتكلم معاه وبدا يعني يزعق كده بعد نهايه المباراه. لكن على طول بدا كل اللعيبه تسلم على بعض، بدا بقى الشناوي يظهر عليه الغضب، وبدا الشناوي يظهر عليه اللي هو متضايق جدا النهارده اول لما بدا يروح ويلوم محمد شريف بقى في
الكره كده اللي اهدرها امام قطر في اخر تسديده لمصر، وبدا على طول يعني يتكلم معاه وبدا يعنفه بشكل قوي جدا. لكن اكتر من حد من لاعيبه المنتخب بدات تهدي الوضع السوليه، بدا يهدي كده الدنيا. ومحمد شريف طبعا ما كانش بيتكلم ولا اي حاجه، لان في الاول والاخر الشناوي هو الكابتن وبيتكلم معاه. بدا على طول اكتر من حد يتكلم على طول ويهدي الدنيا شويه ويسحبه الشناوي، وبدا على طول بقى قفشه يروح ويقف ويتكلم مع محمد شريف، اللي كان باين اللي هو متضايق جدا، وكان باين اللي هو زعلان جدا من اهداره كده ركله الجزاء الاخيره. الكل باين اللي هو متضايق، الكل باين اللي هو زعلان على طول. كل الاجهزه الفنيه سواء المنتخب الوطني او المنتخب القطري بيروحهم وبيقفهم وبيسلموا على بعض. كل الجمهور المصري اللي متواجد في المدرجات النهارده بدا يقف وبدا يسقف للعيبه اللي بدات تتوجه كده بالكامل ويحييهم بعد نهايه المباراه. المنتخب القطري بقى هو كمان بدا يقف وبدا يحتفل مع جمهوره اللي فضل متواجد كده في المدرجات، وفضل يحتفل يعني في المدرجات بعد الفوز على مصر النهارده وحصد المركز الثالث في بطوله كاس العرب. يعني حزن قوي جدا باين على كل الناس المتواجده النهارده، وباين على كل لعيبه المنتخب الوطني بعد الهزيمه من قطر في ركلات الجزاء، ويعني حصوله على المركز الرابع وحصول قطر على المركز الثالث. بنقول لكل الجمهور المصري اللي كان جاي النهارده وعلى امال كبيره جدا اللي احنا نقدر نرجع يعني بالبرونزيه، لكن يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هارد لك لكل لعيبه المنتخب الوطني، وباذن الله موفقين باذن الله في بطوله افريقيا اللي من اول البطوله كده كل لعيبه المنتخب. ومستر كروش بياكد ان دي بروفه نهائيه، او كاس العرب بروفه نهائيه لبطوله امم افريقيا. نامل ان شاء الله للبروفه دي تكون بروفه صحيحه، ونقدر نشوف المنتخب الوطني في منظر اكتر يعني من كده جمال وافضل من كده اداء، وباذن الله نقدر نكون ممثلين مشرفين للكره المصريه باذن الله في امم افريقيا. شكرا. والله الحمد لله رب العالمين، يعني كنا نستحق الفوز. قطر يعني ادت كويس بس مش زينا طبعا، بس الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله نعوض في الكاميرون باذن الله، ويبقى الجو ده دافع للعيبه اللي هي تيجي هنا تاني ان شاء الله في كاس العالم، وربنا يوفقنا باذن الله. رايك النهارده في اداء المنتخب الوطني وفي النتيجه؟ والله يعني كان من افضل المباريات اللي اتلعبت، كنا نستحق الفوز فعلا، بس قدر الله ما شاء فعل.